طيب النهارده اخصائي التغذيه والشيف محمد الدالي كمان كانوا عاملين اجتماع ميتنج مغلق مع المسؤولين عن تحضير الاكل والاطعمه داخل فندق الاقامه. تفاصيل هذا الاجتماع وايه اللي دار في هذا الاجتماع بخصوص التغذيه اللي هتتم الفتره الجايه، لان كمان انت بتعمل ده وبتبقى حريص ان يكون في اجراءات احترازيه عشان مساله انتشار فيروس كورونا كمان يا كريم. يعني زي ما بنأكد يا محمد الاجراءات هنا قويه جدا تحديدا لبعثه فريق النادي الاهلي، والحقيقه كمان الدكتور عبد الرحمن اخصائي التغذيه بيقوم بدور كبير جدا، الاكل بالوزن كل حاجه بمقدارها، الراجل يمكن بشكل محترف بيقوم مع فريق النادي الاهلي، كل الامور محسومه بشكل كبير جدا بالنسبه لوجبات الكربوهيدرات، كل الامور دي يعني شيء طيب جدا ومميز جدا. والحقيقه بنشيد بالدكتور عبد الرحمن مع الشيف الدالي اكيد اللي مرافق بعثه النادي الاهلي على سفريات كثيره جدا وليه دور كبير جدا في تهيئه الاجواء الصحيه والطعام والامور كلها، عارف لعيبه طبعا بتاكل ايه امتى النهارده ياكل اللعيب ده ما يزودش، كل الامور دي يمكن لو ما فيهاش تخصص بالامر بيكون صعب، لكن لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل عام اما بيكون في تخصص الامر بيختلف بشكل كبير. كل الامور دي يا محمد طبعا اكيد كان في اجتماع اول يوم كمان، يعني نقدر نقول كمان اول يوم، والنهارده كل يوم في اجتماع مع الجهاز هنا او مع الفندق بشكل عام على الاكل، في حاجات بسيطه جدا ممكن تضاف حاجه ممكن تشال حاجه، لكن بشكل عام الاجراءات هنا منفذه بشكل كبير جدا. الحاجات بقى كلها الخاصه بالشوك البلاستيك للسكاكين كل الحاجات دي اكيد النادي الاهلي ما بيستعملهاش، كلها حاجات تيك اوي لان انت عارف الاجراءات هنا مشدده بشكل كبير جدا وفي التزام كبير. نشيد بالدكتور عبد الرحمن والشيف الدالي على المجهود اللي بيقوموا بيه، لسه كمان عندنا ايام خلال الايام القادمه باذن الله يكونوا على نفس النهج ده مع يوم المباراه باذن الله ان شاء الله.